هو انت البوليس؟ انت عامله شاي؟ ايه؟ انت عملت كل حاجه بتا اوقف. هو انت مين يا اخوي؟ هو انت البوليس اللي الولايه دي اتصلت بيه؟ انت ما دخلتيش جوه لحد دلوقتي. الولايه يا اخويا مش عايزه تدخلني، ده كان يوم اسود يوم ما ابويا اتجوز. تشرب شاي؟ الله ريحه الشاي حلو، بس انا صايم النهارده. صايم؟ هي فين؟ الولايه جوه يا اخويا، مش عايز تفتح الباب. خبطت عليه. انت يا سيد؟ انت يا وليه؟ وسايباكي في الشارع هنا؟ البيت بيت ابونا والغرب ايه كتر دونا. ما تتصل لنا يا اخويا على الولايه. خبطت عليها. انت يا سيد؟ ريحه الشاي ايه؟ الشاي غلي يا اخويا من عندك؟ غلي؟ لا ده لسه رخيص. انا مستنيه يا غلي. تعالي 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 يا وليه، تعالي يا وليه بقى، تعالي يا وليه. عاجبك المرمطه اللي انا فيها؟ اسكت انت. اللي انت بتعمله ده يا مستر هاني؟ انت مقعداه في الشارع ليه كده؟ ايه ده؟ هو ده مستر هاني؟ ده انا بحسبه البوليس. بوليس انت؟ هطلع تودينا في داهيه. بوليس ايه؟ انا كلمت لها البوليس فعلا من شويه. طب يا اختي استعجلي شويه بقى، عايزه ادخل. هو انت مش خايفه؟ خاف من ايه يا اختي؟ انا مش حاجه خاف منها، ده بيت ابويا. مستر هاني بص المنظر، مستر هاني في هنا ضفادع. خد القرار ده جري. في ايه القرار ده يا اخويا؟ تعرفي تقري انجليزي؟ لا يا اخويا انا معايا ورق السن. خد يا اخويا كل ورق اهو. خد دي الورقه اللي انا اللي طلعت من المستشفى. مركز؟ تعرف تقرا؟ ازاي تعملي كده؟ ازاي؟ اقعد بس يا اخويا. اهدى 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 لسه. مستر هاني انت معايا ولا معاها؟ اهدى يا اخويا لسه بدري. ترميها في الشارع كده؟ انا مش رامي حاجه، دي نصابه. لا مش نصابه. خد بقى كده. وانت اصلا كده ولا كده؟ انا هفسخ العقد اللي بيني وبينك. دي شهاده الاعداديه بتاعتي اللي هو وصلت لحد الاعداديه في دمنهور. انا جايه بالقطر يا اخويا. والوليه بدل ما ترحب بيا. خد يا اخويا كل الورق. استنى، انت عايز البطاقه؟ ما تخلينيش نخرب عليك. لا يا اخويا بعد الشر عليك من الخراب. صب الشاي. الوليه كده مش طايقاها، مش طايقاها يا استاذ هاني، انا مش طايقاها. الكلام بيني وبينك انت يعني. راسك فيها في حاجات بتوجع من دماغك. والله يا اخويا مستحميه، والله مستحميه يا اخويا وزي الفل. وغاسله. مستحيل انت عايش معايا نفر. وغاسله هدومي وغاسله ايدي. بشمتش.